On voyait les Saoudiennes, je vous assure. On n'était pas à Ibiza, mais ça jurait. في ظل التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع القطاعات وفي ظل السياسات التي ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبيل تقدمها، ذاع صيت المملكة والتغيرات التي تحصل فيها في الخارج، فما القصة؟ وفي التفاصيل، أشار الصحفي الفرنسي المعروف جورج مالبرينو إلى أن السعودية تشهد تغيراً ملحوظاً، حيث كان قد شاهد نساء مكشوفات السرة في شوارع المملكة أثناء مرافقته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض الشهر الماضي. ولفت الصحفي في صحيفة لو فيغارو إلى أنه قضى 3 أيام بالمملكة بعد انتهاء زيارة ماكرون إلى الأمير محمد بن سلمان، مضيفاً علينا أن نعترف أن السعودية تتغير بسرعة. وأشار في مقابلة مع قناة فرانس 2 إلى أن الفرد أصبح لا يشاهد النساء بلباس غريب، بل بالعكس يمكنه اليوم أن يشاهد صورة النساء في الشارع، موضحاً أن ولي العهد السعودي يسعى إلى تطوير بلاده. وفي السياق، يعمل بن سلمان في السنوات الأخيرة على إضفاء باقة من التغييرات الاجتماعية الكبيرة وما يسميها بالإصلاحات الاقتصادية، ولعل من أبرز هذه الأمور السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة بحسب عربي 21. وكنا نطالب فيها في تويتر بشكل مهول بأن نبغى إحنا سواقة المرأة، لأن نواجه مشاكل كثيرة. هذا وكانت قد أثارت مظاهر الاحتفال بالكريسماس خلال نهاية العام الماضي جدلاً واسعاً بالمملكة، بعد أن دعت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عدداً كبيراً من النجوم والمطربين الكبار والعرب للمشاركة في الاحتفال بفعاليات عيد الميلاد، فيما تكفل موسم الرياض بإحياء ليلة رأس السنة بحسب المصدر السابق. ويتضمن موسم الرياض العديد من الاحتفالات التي غيرت الشكل المحافظ للمملكة بانفتاح كبير، والتي تنظمها هيئة الترفيه السعودية وتعد مسؤولة عنها. وكان قد انطلق الموسم لأول مرة في أكتوبر 2019 عبر أكثر من 100 فعالية، أبرزها غنائية وترفيهية، بزوار تجاوزوا 10 ملايين في منتصف ديسمبر من العام ذاته. وفي السابق وبحسب عربي 21، فكانت قد منعت السعودية ممارسة شعائر دينية غير الإسلام في الأماكن العامة، لكن مستشار الحكومة السعودية علي شهاب أعلن منتصف العام الماضي أنه سيتم تشييد كنيسة في السعودية.